كان نفسي اعمل فيلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني دي فكره الواحد ان شاء الله ينهي بيها تاريخه. كنت مخرج متعب ليهم بيتهيألي، بس هم بالعكس انا كنت فخور بجد في التعامل مع كل واحد فيهم في الديبارتمنت بتاعته. زنيت عليهم كتير واستحملوني كتير، يعني كل واحد فيهم. لو ابتديت استاذ معتز كنت دايما السيشن باخد منه واطولها اكتر، ومعلش طب تعالى نعيد الحته دي، طب نرجع الحته دي، طب بعد ما نخلص طب تيجي نعيد من الاول تاني، يقول لي من الاول هنعيد تاني، فكنت بتعبه. استاذ اسلام كنت دايما قبل كل مشهد اجي اقول له تعال نتعامل مع الموضوع كاننا لسه في اول يوم تصوير، والصراحه كان دايما بوزيتيف، ويعني كان دايما سبورتيف معايا، وكنا دايما بنتكلم كده ان ازاي نخلي الكاميرا تتحرك عشان تخدم الدراما، مش بس عشان نحركها بشكل عشوائي. واخدنا حتى تو شوت سينز كان 9 مينتس و10 مينتس وان شوت، كانوا صعبين اكيد عليه. وطلعت بالفكره حتى دي كانت يعني فجاه في اللوكيشن، قلت تعالى نعمل وان شوت 9 دقايق بس. الحمد لله استاذ حمدي لسه كنا بنتكلم اول ما اتقابلنا مع بعض، الديكور برضو يعني تعبت في الموضوع كتير جدا وغيرت كذا حاجه ورفرنسز وكده، بس هو استحملني برضو وطلعنا بالنتيجه دي. استاذ خالد انا زنيت عليه زن بتالي غريب برضو في الموسيقى، وزرته كتير وقعدت اقول له لا الفيلم ده مختلف، خلينا نعمل حاجه مختلفه، تعالى نحاول، تعالى نبدع، وضغطت بتالي اكتر حاجه، فكلهم استحملوني. يعني انا من غيرهم دايما بقول المخرج محتاج لجيش عشان يقدر يطلع اي عمل، فهم كانوا الجيش والافراد كلها. يعني انا في النهايه دوري ان انا اقدر انسق شغل حضراتكم كله مع بعض، بس هو التعب تعبهم في النهايه. انا واصحابي موجودين يعني شاهدين على الموضوع ده من الطفوله، ان انا كان نفسي اعمل فيلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام. بس يا ريت. هل حاولت تنفذ حاجات منعتك من التنفيذ؟ لا الصراحه لسه ما حاولتش انفذ، مستني الوقت المناسب. يعني لسه ما حاولتش لا اكتب ولا انفذ، هي فكره موجوده كده. يعني دي فكره الواحد ان شاء الله ينهي بيها تاريخه، يعني تكون فكره كده ان الواحد ياخد وقت في الصناعه ويزهق في الحياه يعملها ويقعد في البيت بقى خلاص بعد الفيلم ده مش عايز حاجه. اتفضل. انا كريم هاشم من قناه الفجر الحقيقه، احسن وامير خلاص كل الناس.